أما هلأ رح نتحدث عن موضوع أيضاً مهم جداً، هو موضوع زرع الشعر لكن بدون جراحة. كيف بيتم زرع الشعر بدون جراحة؟ رح نعرف عن هذا الموضوع أكيد مع الدكتور إلي سيف. ورح فيك من جديد دكتور. يعني موضوع زرع الشعر بدون جراحة موضوع كتير مهم، بهم العديد من الناس. فهل هي تقنية جديدة مثلاً طلعت جديد من خلال الأجهزة والتكنولوجيا المتقدمة بمجال زرع الشعر بدون جراحة، وشو آخر اللي وصلوا له؟ نعم، نحن بالنسبة لزراعة الشعر كنا نعمل العملية الجراحية العادية القديمة. نحن قلنا 10 سنين بالسوق وعندنا 10 مراكز بلبنان، وهلا بلشنا هون. كنا نعمل العملية الجراحية القديمة، كنا نقص شقفة الجلد من ورا من الرأس نحطها على جنب ونخيط محلها، وآخر شيء الجلد اللي حطيناها نقصها تتصير وحدة وحدة نرجع نشكها. نعم. هون كان في مشكلة إنه البنات ولا وحدة تقبل تقص من ورا، كنا نخسر كل زبائن البنات، والشباب كانوا يحسبوا حساب لأنه كنا نقول له حيبقى الزيح، في وجع، في ورم، مزعجة. ونحن الجلد بس حطيناها وقصقصناها، في قسم من البصلات دقينا فيهم، كنا نزرع تنقول 5000 شعرة بس نصهم يوقع لأنه كنا ندق بالبصلة. اليوم طالعة التكنولوجيا الجديدة، كمان مش جديدة كتير، قلنا شي سنتين بلبنان نسويها من دون، نعتبرها من دون جراحة لأنه ما فيها جرح، ما فيها شق، بس أكيد مطرح ما منشيل ومطرح ما منحط منلاقي نقوي دم صغار، بس من ورا هودي 4 أيام ما في أي أثر، في شاب يرجع يقرع على الصفر ما في أي مشكلة، ومطرح ما منشكها كمان أكيد بيبقى في نقويت صغار بياخدوا شي 15 يوم تيروحوا، بس شخص في يعملها ويسافر بنفس النهار ويمارس حياته. مزبوط، ما بده مراجعة، ما بده متابعة، ما في جروحة، ما في قطب بده يشيلها ولا شيء، بيعملها وبيسافر. أكيد في إيجيان معينة، في رولز بده يتابعهم تيحافظ على الشعرات اللي حطهم لمدة شهر. نعم. يعني مثلا أول يومين ممنوع يتحمم تيكونوا على وما في دق فيهم، بعد يومين في يتحمم بس بماء خفيفة ومن دون صابون ومن دون حاف لمدة 15 يوم، بيرجع من بعدها في 15 يوم بينتبه شوي، بيتحمم مع صابون وعادي بس بينتبه شوي، من بعد الشهر بيصير بده يعمل شو ما بده، حلاق عادي، صبغة، بتشيب الشعرة، بقصة حلاق عادي، شو ما كان كل شيء عادي عادي حياة طبيعية، بس أكيد بيطول باله لأنه نحن على الشعر على الشهر الشعرة بتوقع بتبقى البصلة، من بعدها ببلش النمو. نعم. نمو يلي هو ببلش سنتي كل شهر ونص، وأول فترة تطلع الشعرة وبرة رفيعة. يعني بعد 3 شهور تشوف طولها منيح بس بعدها رقيقة، بعدين بتصير تسمر. يعني بتاخد شوية وقت بس شعرة طبيعية ما بقى توقع، وخدناها من ورا، من ورا أحسن نوعية، يعني نقلناها حطيناها قدام وصارت من نوعية ورا. ورا لا أحسن نوعية، لما نشوف الشباب قد ما يقرع بتلاقي من ورا بعد من ورا نحن نقلناه نوعية ورا حطيناها قدام، ما بقى توقع إلا إذا نوعه من ورا بيقرع يلي هي نادرة. نعم. طب دكتور بسبب ألم زرع الشعر بدون جراحة؟ لا، هلا هي بتنعمل بنج موضع من تبع السنين زيته، بس بالجلد من هون 3 ساعات وبالجلد من هون 3 ساعات تانيين، يعني وقتها طويل، بس بنج موضع بعدين. نعم. ما في شيء، يعني ما بده بنج قوي، والشخص بيعملها بيقوم بياكل يعني عادي، نهار عادي، بس بده 6 ساعات تتعمل له مساحة قد كف الإيد بلا أصابع. يعني هي أهميتها هيدي إنه ما ناخذ راس كبير بجلسة واحدة، لأنه 6 ساعات بتعمل هالقد. نعم. ولو يمكن نعمل راس كامل بال6 ساعات وفي ياخذها، بس انه بتصير نتيجته ضعيفه. نحن بنفضل نحصل المنطقه، مشان هيك بتكون نتيجه كثيفه، شعر كثيف ودقيق وواضح الفرق. اوكي. طيب في عنا فيديو هون رح يشرح لنا اكثر عن موضوع زرع الشعر بدون جراحه. نعم، مثل ما نشوف هلا رح نشوف اول شيء هي الطريقه القديمه، يعني هيك موفي شوي سريع. هون عم نخفف الشعرات لنقدر نشيل الشعره، بتكون شعره على الواحد بكل الحالات مع جراحه وبلا جراحه. هون حلقنا له، هلا عم نقص. هي الطريقه القديمه، كنا نقص الجلده كانت كثير ثقيله، ما كنا نسوقها نحن، حتى نشيل الجلده محلها نخيط خيطان القطب العاديه، كان هالجرح يبين، كانت تعمل وجع، وفي 10 ايام تيجي يفك القطب وازلتها بالجرح، وقصه يعني كانت صعبه، وكثير ناس يترددوا يعني. صح. مش اي حدا يقدر يعملها. اذا شاب حب يقرع شعره بده يبين انه هذا عامل زرع. نعم. اليوم طالعه الجديده بيتخفف الشعر من ورا، هلا بنشوف كيف توندوز بتشيل الشعر، بنقي منطقه من ورا براسه بده يخففها، هي اجباري، واذا كانت بنت بنعلي لها شعراتها وبنخفف منطقه بنرجع بنخبي بالشعرات، هيدي الحلاقه العاده. وبنجي هذا المكان راسه، شيء في راسه مثل كانه ابره، بس هذا مش ابره، هذا سيلندر بيلقط الشعره بيبرمها وبيسحبها بسرعه، يعني شغله الجهاز انه يبرمها ويسحبها بسرعه مع بصلتها. ما دقينا بالبصله، ما اذيناها، الشعره اللي طلعت مع بصلتها بنعدها، بلا بصلتها ما بنعدها، وما دقينا بالبصله، يعني اذا حطينا 5000 شعره حيعيش 5000 شعره. وهون عم نقيهم عشوائيا، وحده من 10، مش عم نحط من فرد منطقه، يعني وحده من 10، يعني شخص ما بيلاقي فرق. نعم. إلا أنديزيام، يعني 1 على 10 يلي هو شخص ما بيشوف فرق ورا، يعني في كتير بيسأل السؤال رح يخفوا من ورا
انا بقول لهم اذا الشخص عملها ثلاث مرات هذا ما بيقدر يخف، لانه اذا عملها ثلاث مرات يعني 3 ديزيام يعني شيء لا يذكر، ورا اتجاه الشعر نزول، يعني اذا طوله سنتي بخبي محل 5 اطفال. مشان هيك المشكله ما حدا يعني يفكر فيها. نعم بنشيل بعد شوي بنبلش نشك قدام. هلا الشك قدام بصير كمان بنج موضعي، والشك الطريقه القديمه التقليديه تقريبا كثير قريبه عليها، بس انه المكنه هي بتكبها. بنج موضعي يعني اجمالا الشخص بنقي يا 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 من قدام، يا بنات اكثر شيء بأول غره من قدام او صح. بيعملوا حواجب. الشباب اذا كان كثير اصلع بنبلش له بجلسه من قدام يلي هي بتغطي اكثر منطقه، او طول الشعره بخبي له لورا. اذا حابب وقادر يعمل ثاني جلسه بنعمل له وحده ثانيه على الجوانب، واذا لازم الثالثه بنعمل له قرص الراس من ورا. والشك بصير كمان عادي يعني تعتبر وجع حكيم سنين العادي، يعني مش انه الوجع بسيط. بسيط. طب ضمانتها هاي دكتور وكمان جلسه تقريبا مثلا، ولا هي جلسه واحده؟ هي جلسه واحده اذا المساحه نقيها شخص كف ايد بلا اصابع. على طول ريفرنس كف ايد بلا اصابع. هلا اكثر شيء معمول عند الشباب، في شباب عندها شعر بتخبي قرص الراس من ورا، في شباب بتظهر الجلحه من قدام، بتعرف بظهر الشخص جلحه بيصغر عمره بيطلبوها كثير هي، لو عنده شعر بظهر الجلحه او بيزيد شي سنتي على طولها كلها، هي مهم ما يتعدى المساحه كبيره. نعم. لانه مثل ما بنعرف هذا الشخص مثلا عم بينقي الغره من قدام، يا بتكون خفيفه وبده يقويها له حق يزيد بينات هون، يا اما فاضيه بنعمل له جلسه. شباب كثير بيعملوا قرص الراس من ورا، اغلبيه الشباب عندهم اياها، كمان هي حلوه تتعبى اذا كانت فاضيه. بس كمان مساحة تكفي الإيد، إذا أكبر بده يحكي بجلسة تانية. نعم. جلحة مثل ما قلنا كتير مطلوبة عند الشباب يلي بتظهر العمر كيف ما كان 10-15 سنة، وممكن شخص يعمل اثنين سوا، بس بيصير بده يفصل بين جلسة وجلسة معدة 3 شهور. نعم. في أي شطب بالحواجب عند البنات بيعملوها، أي جرح بيتخبى حواليه أو بقلبه، بالدقن شيء كتير شباب بيزيدوا الدقن إذا فيها فراغات أو منها كاملة، الجرح القديم تبع العمليه القديمه او اي جرح بالراس بيتخبى ولا منكسف حواليه الجرح ونصهم بقلبه، يعني وين ما تشكل الابره الشعره بتعيش، بس مهم تكون من نفس الشخص، يعني نعم. ما في شخص يعطي شخص اخر. نعم. طب هلا موضوع الحواجب دكتور كمان مهم جدا، انه الحاجب بس يصير فيه زرع الشعر ببلش انه الشعر صغير عم بيطلع، فممكن يكون مزعج، فهون ايش الحل مثلا ممكن خصوصا للسيدات يعني لانه هي مقدمه الوجه؟ طبيعي هلا نحن هي بنعتبرها هي من دون الم من دون وجع من دون مورم على الوجه، بس استثناء الحواجب، حواجب بالفوق العين يعني بتعمل شويه ازرق. نعم. بس بتصير بتنشك عادي، واكيد حتشوف حيكون في شيء مش طبيعي الشخص لفتره، بس بيعرف حاله انه بعد 15 يوم حيصير كل شيء عادي، والشعر اللي صار بالحواجب صارت من نوعيه ورا، يعني مو اسرع يلي هو احسن للبنت. نعم. اكيد، وهذا الفرق بين القديم والجديد، عم شوف على الشمال كيف بيبقى الجرح ومزعج، على اليمين ولا اي اثر. اوكي. طبعا هاي الضمانه ممكن يعني بدها تكون 100%. نحن بنأمن ضماني صور بيفور وافتر فرق واضح، بس اكيد مهم الشخص يفهم انه ما فينا نعبي راس كامل بسيشن وحده. بده ينقي منطقة كف ايد بلا اصابع، واذا عنده مساحة اكثر من هالمساحة بده يحكي بجلسة ثانية واحتمال ثالثة اذا كثير في فراغ. نعم. بس في باكج، يعني السعر بيتحدد فيه، اي سعر الشخص فيه ياخذ اي سعر بده اياه، بس بيفرق عدد السيشن. نحن عاملين باكج يلي هي ب 2000 دينار، هيدي بيطلع له فيها حوالي 1000 شعرة فور فري. نعم. هيدي انا اكثر شيء بنصح فيها وبتغطي حلو، هلا بده اقل فيه بس بتصير تخف النتيجه، بده اكثر فيه بس بيزيد عدد الشعرات. نعم. طب هلا بالنسبه للشخص اللي رح يعمل هاي زرع الشعر بدون جراحه بس يطلع من هاي العمليه يعني زي ما بحكوها والخضوع يعني لهذا الجهاز، بيقدر يمارس حياته بشكل طبيعي ما بيكون في اي خوف؟ طبيعي 100%، بس النهار اللي بيطلع من عندنا بنحط له من هون شقفه بشيلها ثاني نهار الصبح وبيروح عادي، بس شخص اجباري يخفف شعره من ورا، واذا بنت اكيد بتعلم نخفف نجا نخبيها، ومحل ما بنشك اذا عم يحطوا بين شعرات ما حدا بيقدر يعرف انه عمل شيء، بس اذا كان ما عنده وبده يحط بده يشوف هيك نقويت سود لمده 15 يوم. يعني احنا نتفائل مع سيف بيوتي كلينك من هذا الموضوع انه خلص رجعنا لموضوع زراعه الشعر والموضوع مضمون جدا. هيدا كثير مهم، تقنيه كثير صعبه، مش بس مركز يشتري التقنيه، الجهاز بينشرى مش من مكان لو غالي، بس شغل هيدا الشغل منه سهل وبده خبره، وفي طريقه للشك كثير مهم ينقوا المركز اللي بيشتغلوا ويطالبوا بصور بيفور افتر ان شاء الله. شكرا لك دكتور، اهلا وسهلا.